السلام عليكم. قناتنا ان شاء الله اسمها الخالق في الأديان، واحنا هنتكلم عن الخالق سبحانه وتعالى في الأديان والثقافات الأخرى، وان شاء الله هنتكلم عن الموضوع ده من أول ما ربنا خلق سيدنا آدم وكل حاجة بالدليل وبالقرآن الكريم وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لأن بعد ما سافرت بلاد كتير حوالين العالم لقيت ان في ثقافات وشعوب غريبة الشكل ومعرفتها عن ربنا قليلة جدا، ومقتنعة بأديان معينة من الأديان الثلاثة السماوية، وفي أديان ما وردتش أصلا مش موجودة على وجه الأرض، هم بيعبدوا حاجات غريبة الشكل. فطبعا أنا حبيت ان احنا نتكلم عن المواضيع دي وعشان نعرف نرد على أي حد بعد كده. طيب، احنا اتفقنا ان احنا لازم نعرف نرد على اي حد هيتكلم معانا من اي ديانة، من ملحدين، من مشركين، من مسيحيين، يهود، بوذا، بوذيين، اي ديانة، هنود، هندوز، اي ديانة من الديانات دي. طبعا احنا ان شاء الله هنتكلم على الاديان السماوية الثلاثة ومنين نشأوا، وهنتكلم عن كل شيء ان شاء الله، بحيث ان احنا نعرف نرد على اي انسان يواجهنا عن الله سبحانه وتعالى، ونكون واثقين من نفسنا في الكلام، وعندنا دلائل في القرآن وفي السنة. وهنبدأ ان شاء الله بقصة سيدنا آدم من بداية الخلق. يلا. البداية كانت لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يخلق آدم عليه السلام من تراب الأرض، فربنا أرسل ملك ليقبض قبضة من التراب، ثم خلق سيدنا آدم. فضل سيدنا آدم بين المية والطينة حينا من الدهر، وده في سورة الإنسان لما ربنا قال: هل أتى على الإنسان حينا من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صدق الله العظيم. حين من الظهر بعض العلماء قالوا انها تقريبا 40 سنة. بعد كده ربنا بدأ يكلم الملائكة وقال لهم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. صدق الله العظيم. هنا علينا نعرف من هم الملائكة، بس طبعا مش هتكلم عليهم دلوقتي لأنهم عاوزين حلقة كاملة متكاملة، فان شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم على الملائكة بالتفصيل. نرجع مرة تانية نتكلم عن علاقة الملائكة بسيدنا آدم عليه السلام. لما ربنا بدأ يتكلم مع الملائكة وقال لهم: جاعلهم في الأرض خليفة، كان رد الملائكة غريب جدا، وسألوا ربنا باستكشاف مش اعتراض. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، زي ما يكونوا كانوا حاسين باللي هيحصل في الأرض. وبعدين كمان قالوا: لا يخلق ربنا خلقا إلا كنا أعلم منه. يعني هو كان فيها شوية من إن هما يعني مش عارفين نقول غيرة، أو إن هما كانوا واثقين إن ربنا مش هيعمل أي حاجة لو هما أعلم منه. فربنا رد عليهم وبين لهم تفوق آدم عليهم في العلم، فقال: وعلم آدم الأسماء كلها. إن آدم عارف كل الأسماء، يعني سيدنا آدم كان عارف الأسامي زي كلمة إنسان، دابة، أرض، سهل، بحر، جبل، جمل، حمار، وكل الباقي الأسماء اللي احنا نعرفها حاليا. فربنا عرض على الملائكة الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها، وربنا قال للملائكة: انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يلا وروني كده هتعرفوا اسمهم ولا لا. طبعا ما كانش عندهم علم، فسكتوا وقالوا في القرآن كمان ربنا جايبها: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الملائكة ما كانتش فعلا تعرف أسمائهم، وربنا بين لهم إن هم يعني ما بيعمل حاجة بتبقى لها حكمة، وإن هم ما يعرفوش كل اللي ربنا عاوز يعرفه. فقال: يا آدم انبئهم بأسمائهم. حتى الملائكة ما كانتش تعرف أسمائهم نفسهم.
طبعا لما آدم قال للملائكة أسماءهم قال يا آدم أنبئهم بأسماءهم، فلما أنبأهم بأسماءهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، يعني عارف كل شيء في السر وفي العلانية. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى طلب من الملائكة أن يسجدوا لسيدنا آدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، وده كان كرم كبير جدا من ربنا لآدم لما خلقه بيده ونفخ فيه من روحه. سجد جميع الملائكة لسيدنا آدم طاع ربهم إلا إبليس أبى واستكبر. طبعا إبليس هو حاليا الشيطان اللي بيحارب الإنسان. دي حلقة كبيرة جدا هنتكلم عليها في الحلقات القادمة إن شاء الله. أشوفكم على خير.